يأتي أحدنا يا سيدي بعنجهية لم يشهدها أحد، يبعثر الكلمات في وجه أخيه، أو تلك الفتاة تبعثر الكلمات في وجه صاحبتها، تقتلها بسهام مسمومة، توئدها وهي لا تعلم، تقوم بجرح مشاعرها وقتلها بسويداء قلبها وهي لا تعلم، لأنها لم تضع نفسها في مكان الطرف الآخر. علتنا يا سيدي في أخلاقنا أننا نتعامل بأحادية الوجود، لا نعترف بالطرف الآخر بمشاعره. يأتي أحدنا يتهمك بجميع الاتهامات من ألفها ليائها حتى تعجز قواميس اللغة عن إسعافه، عن إسعافه، لأنه لم يشعر بك. أحادية المشاعر يا سيدي يعانيها إلا من رحم ربك كل إنسان، لا نبالي بمشاعر الآخرين. إيهن صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثنائية الوجود، ثنائية المشاعر. جعل النبي عليه الصلاة والسلام كمال الإيمان أن أشعر بالطرف الآخر، ما أحب لذاتي أحبه لغيري، مشاركة في المشاعر، هذه في الحب. فكيف لو علم النبي عليه الصلاة والسلام في عصرنا اليوم أننا نتعامل بفرعون المشاعر، نلقي الكلام هنا وهناك ولا نكترث أبداً وقطعاً بالطرف الآخر، ثم نطالب بصورة ملائكة من الطرف الآخر أن يتحملوا الفرعونية التي مارسناها عليهم. فيا سيدي، قبل أن تلقي الكلمات فكر في الطرف الآخر، قبل أن تعبر عن مشاعرك فكر بالقلب الذي سيحوي هذه المشاعر، قبل أن تعبر عن مكنونك فكر بالعقل الذي سيستمع إليك، تعامل بثنائية الوجود، فأنت لست وحيدا في الدنيا. نحن نتعامل بأنانية في دنيانا ولا نريد أن نخرج عن المشاعر الأنانية. والأدهى أن نعاتب من تجرح مشاعره. إيهن ما مدى جمود العين والقلب؟ ما مدى اللامبالاة هذه التي نمارسها؟ نجرح، نشتم، نضلل، نفسق، نقذف، ثم لا نريد من الطرف الآخر أن يتأثر، نطالبه أن يكون ميتاً، لأن نحن في حقيقة الأمر موتى. فيا سيدي خذها مني صافية، إذا أردت أن تكون حياً تعامل مع الأحياء بقلب حي، أما إذا أردت جسداً حياً وقلباً ميتاً فأخبرك أن المقبرة، مقبرة الدنيا قبل مقبرة الآخرة، أولى بك وبمشاعرك وأولى بالعقلية الفرعونية التي تحيا بها. ففرعون مات ولن يبقى لمشاعر فرعون بيننا مكان.